السلام عليكم ورحمة الله. جماعة صوت من درا كانوا مسموع؟ طونا الصوت إلى عاد مسموع. وأخيرة شباب أعطونا الصوت وبرتاجوا البث. برتاجوا معانا البث. كانوا لين عدلوا لا 15 دقيقة على عجالة. برتاجوا معانا البث من ما تطلع الناس واعطونا الصوت كانوا مسموع والله ما هو مسموع. الله يحفظكم. دونك برتاجوا معانا البث تو. اهلا وسهلا. برتاجوا معانا البث كان يطلع عدد من الناس. راني اعتذر عن الصفحة اليوم ما قدرت تعدل تغطية للمسيرة للأسف الشديد ما ريتش من الوقت وجيت متوخر الوقت ضاق علي حتى والحقذة تلفوني مدى شرجة ذلك لا نعطي معطيات شوي هون على عجالة. أهلا أستاذ خالد حياكم الله. راو طلع المناضل الكبير قيادي أستاذ خالد اللي كان عنده اليوم دور كبير وفعال في إنجاح هذه المسيرة اللي نظمت الحركة اليوم. كان كقيادي بدأ فيها بلاء بلا فيها بلاء حسن إنجازي بالخير يجعل ذلك في ميزان حسناته. أهلا وسهلا. وأخيرت العميد عميد حسن أبا. أهلا وسهلا عميد. تقع يا الله الليلة لا تطلع معانا في ذي البث إلى عاد ما هو إلى عاد عندكم شي من الوقت ولا يعود لا مقتصر 20 دقيقة إلى ذاك. لا لين أعطي فيه توضيحات شوي. أولاً هاي النقطة الأولى لا نتكلم عنها هي وضعية النصرة اللي نظمت اليوم من قبل حركة كفانا. حركة كفانا كما تعرفوا دعات ذيك النصرة اللي وعدلت يوم الأربعاء وعدلت بشكل وقفة أمام البرلمان في ساحة الحرية أمام البرلمان ونظمت ذيك الوقفة وحضرها عدد كبير من الموريتاني ودعينا وراء ذاك التحديد موعد النصرة اللي وعدنا اليوم اللي انطلقت المسيرة نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي نظمت اليوم من عند المسجد السعودي. أولا نختار نعبر هون باسم حركة كفانا عن هذه النصرة اللي متباركين معاها. تباركنا معاها نصرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وحماية ودفاعا عن الجناب النبوي في ظل هذه الهجمة الشرسة اللي معدلة وفي ظل اللي وجود هذا انتشار الإلحاد اللي خطير واللي حد منكم فر مكذب فيه يكتب شعن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويشوف مستويات التعاليق والناس اللي لا تظهر له على التعاليق. هذا بالنسبة لنا خطير جدا. يا غير ما كنا نتوقعه في حالة من الأحوال عن هذا اللي خلقنا طيلة أربع أيمان الماضية من نظام الشيخ الغزواني في إطار المواقف السياسية في إطار قضية زيادة الأسعار في إطار قضية البطالة في إطار قضية تحديات كاملة اللي مرت بها موريتانيا من الفقر ومن الجوع ومن الظلم ومن التهميش. هذا النظام هو أكثر نظام خلقت فيه شيء من الانتهاكات زايزة على الحد وقتل الناس في مخافر الشرطة والتعدي على حرياتهم تعدي على كرامتهم وتفقير الناس وظلمهم من قبل هذه المجموعة الحاكمة المسيطرة على السلطة ومفاصل الثروة اللي يقودها محمد الشيخ الغزواني وأركان حكمه وأحلافه التقليدية ومجموعاته القبلية المتلونة مع خطابه السياسي ومع منظومته ككل. هذا كامل في إطار الصراع السياسي يعني محتمل يدخل ويخلق وتعدل الأنظمة وتتراجع على جميع المستويات كيف الوضع اللي في موريتانيا تراجعت على مستوى على جميع الأصعدة وتعرفوا ظاهرة الهجرة الكبيرة اللي شهدتها موريتانيا بشكل غير مسبوق ولا وحلت ولا وبارك معاها بين اللي الوطن ما هو مهم وتم تهميش الناس فر وتفقيرها. قل ما كنا شاكين أبدا عن هذه القضايا
تقدم اللي تلحق الجناب النبوي، تقدر تلحق سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، تقدر تلحق عقيدتنا وتلحق شعائرنا. هذا ما كنا، هذه الكتبة في الحقيقة جسد نظام الشيخ الغزواني، وجسد عن طريق حكومته، عن طريق برلمانه، وعن طريق خطابه الرسمي، وعن طريق وزارة الجيل الإسلامي، وعن طريق يعني بشكل رسمي أصبحت رسمية. ما كنا شاكين أبدا عن لا نلحقوا هذه المرحلة اللي تم فيها جرح مشاعر المسلمين والتوطي على كرامتهم والتعدي على 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 رسولهم الكريم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما هو محتاجه كامل به، لا تنصروه فقد نصره الله، ما هو محتاج نصرته الموريتاني اللي دولة من أكبر من من أكبر دول اليوم اللي تشكل فيها النفاق 90% متخطي كل المستويات ومتجاوز كل الأسقف. أكثر شيء تنجو موريتاني هو المنافقين والنفاق، عاذنا الله وإياكم من سوء قضايا. إلين لحقت هاي الأمور، لحقت سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، نحن كما كنا في الفترات الماضية كنا يقوم بنصرته من مكانته بصفته الشخصية بعيدا عن مثلا وبصفة تنظيمية أحيانا نتيجة عن كانهم حراك وكانتهم قضايا معينة. انتظرنا عن العلماء عنهم يقبلوا موقف ما قبلوا موقف، نحن تحدثنا عن القضية في بدايتها ومنين خلقت هذه الإساءة وتم النقاش فيها. يو السلطات وتو ما هي متحركة، يو الهيئات اللي تقع عليها المسؤولية الأولى في توضيحها لأبعادها الشرعية وفي توضيحها للعام كيفتنا نحن وتوضيحها للموريتاني اللي تقع على العلماء، يوم العلماء تنازلوا عن الدور نتيجة عن عندنا عادوا عندنا علماء السلطة ينتظروا موقف السلطة وينتظروا ذاك اللي لا يتقرر السلطة في الوقت اللي كانوا هون يقودوا المسيرات ويتحركوا في الأحداث كاملهم. ذاك اللي ذاب كي الملح اللاعات، كيف ذاك اللي خلق الأحزاب السياسية، وكيف ذاك اللي خلق البعض من الشخصيات، وكيف ذاك اللي خلق الروح المبادرة اللي انكتلت في البلد، انكتلت في المجتمع الموريتاني ولا تلالها حد. قال هذا يخلق في طريق ما كنا نتوقعه عن مجتمع مسالم محب بطبعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذي قد يتأتى فيه وقد يخلق. إلينا انذارت القضية يهو الناس فر عامل بهاك على 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 نوح ولا يتسفه، ويهو ذا يسفه ويهو ذا ملي يداول، يهو تعدل منه ياسر من الشيء ما هو متفاصل. تبنينا المبادرة وتبنيناها في ذاك الملي، تبنينا المبادرة وتحركنا فيه ودعينا يفقتكم للمسيرة للنصرة في الجمعة اللي سابق تخلق الأحداث اللي خلقت في البرلمان وخلقت تلك الجمعة، وتحركنا في المجال بين اللي هذه مسؤوليتنا وهذه أخلاقنا وهذا رسولنا والتحق، ويا الله ندافع عنه بين اللي نحن رواية منين تلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلهم شي اخر ترينا خايفين عليه، ولا تلهم من اللي شي ترينا عانين عنه انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمينا من اللي ما لنا عالمين ايش كنا شاكين عنهم اذا لا مات فيهم وتوف، وعنهم ما عن الله غالب وتوف، اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. تمينا ما لنا عالمين لين خلقت مساءلة وزير العدل وخلقت هيك الإدارة اللي خلقت فيها ونخلق رداك فاتني أعطات 20 يوم المسيئة لنفسها ما مكلمة عن عينه اللي هي يا الله توضح أخبارها وفي ظرف شمال حق ساعة زمانية. بدأنا مولي نتحرك وتمينا فاجئنا موقف نظامه للشيخ الغزواني وأركان حكومته وزير دي عدم عدله ونوابه البرلمانيين مولي في إطار التحرك ضد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتصار للمجهول والانتصار للأشخاص. نحن صار منتصرين للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس الأخرى وأن هي تفاجئنا عنها في 24 ساعة تنتصر لمجهول وتتحرك، وأحيانا يقولوا عنهم انتصار للشيخ الغزواني عنه امتس، وهذا نحن إذا ما أننا متوافقين عليه يقال بعد هم قالوه وقالوا عنهم ماتوا يرقدوا بهم اللي انقال شي من الكلام انفهم في غير محله، والله انفهم في اتجاه عنه قايص رئيس الجمهورية وما كان يا الله يخلق. في الحقيقة مؤسف الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتهم يرقدوا جعلتهم يناموا، إذا فسخوا سراويلهم في الحقيقة فسخوا سراويلهم وتوف وانفضحوا، وكان قال لهم لا تخلق معاهم هذه الجولة الأولى
من 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 كشف حق كشفهم على حقيقتهم وتعدانهم وتوضيحهم وعلى على معدنهم الحقيقي اللي هو أعاذنا الله وإياكم من سوء قضائه، عدم الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاستعداد لتقديم التضحية. في الوقت ملي اللي هم طابع آخر ونحن ناقشناه، الناس انطبع في عقولها عن النصرة ما تقدر تعدل، ما هو بياسم الفضاء، ولا تقدر تعدل ما هو بالإمكانيات الكبيرة، ولا تقدر تعدل ما عنده شيخ تقليدي، ولا تقدر تعدل ما هم حد من المشايخ والله الفقهاء والله العلماء اللي يأخذوا في التلفزة اللي فاق عليهم الناس واللي عندهم يعطوا الفتاوي وأحيانا يبيعوا الريق وأحيانا كذا، عن ما يقدر يعدل شيء ما هو بيه. وضحنا نحن عن نقدر نعدل النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، عن نعدل الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإمكانيات متواضعة وبسيطة جدا، وهذا هو اللي خلق، وهذه النصرة اللي تنظم حركة كفانا واللي مستمرين فيها إن شاء الله تعالى، واللي دور تجد على ذيك الناس اللي ما فات جدت عليها، واللي تتغيب عن نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أننا محاسبين حد وأي حد جاء مرحبا بي وسهلا. غير هذه النصرة نختار نأكد عنها بعد، ما فيها الفضاء ولا فيها الترابات ولا فيها التلفونات ولا فيها الماركات العالمية ولا مدقدق فيها بوتيك حد ولا مكبوبة فيها مياه حد. هاي نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دقائق من الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنكار لهذه الأحداث والوقوف أمام هذه موجات الإلحاد المغذية اللي تغذيها الأطراف الأجنبية وتغذيها الجهات الخارجية. هذا ما فيه السياسة ولا هو موقف سياسي ولا هو موقف ضد طرف معين، هذا جماعة من الشباب الموريتاني مؤمنين امتسوا وانجرحت مشاعرهم وامتس رسولهم وانتصروا لدينهم وانتصروا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرهم على فرض ذاك لا ينصرهم مولانا وناصرهم ويدور ينصرهم على هذو المنافقين والمطبلين والمزمرين. إذن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم لو كانت اللي نعدلوا نحن اللي يواجه بالقمع وينقبضوا له الصنادرة وينجابوا من كل جهة، تصوروا لو كانت هذه كنا داعين المبادرة لدعمه للشيخ الغزواني، تصوروا لو كنا داعين المبادرة لدعم الحزب الحاكم حزب الإنصاف كيف سيكون الرد؟ تصوروا لو كنا معدلين مبادرة قبلية للمطالبة بالمأمورية الثانية والثالثة، من رأي كان لا نواجه بالقمع والله ما نواجه بالتنكيل والله لا نواجه بالضرب والله لا نواجه بكذا، شنو الواقع اليوم؟ إن اختير نقولكم عن لا بد تجد عليكم، هذا قلنا لكم ذيك الساعة وعطيتوا ياسر من الأمور. هاي النصرة معدلين مناضلين مناضلات حركة كفانا والشباب الموريتاني الأحرار اللي منتصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتصار حقيقي انتصار جاد، انتصار ما يحتاج الإمكانيات المادية الهائلة، وهذه النصرة ما فيها دعم ولا فيها تمويل ولا فيها تحويلات مالية ولا فيها جمع تبرعات ولا هم لا يخلقوا فيها، اي حد يبقي يمشي عدل النصرة يلا يعدلها ولا يتشكل متباركين حالة مع تطويرها ان شاء الله ولا يتعدل في كل مقاطعة ولا يتم كل جمعة ولا نختاروا مسجد ولا نتحركوا ضمن استراتيجية ان شاء الله ومدروسة، يقمعون الصا والله يبطونا والله يعدلونا ذاك المعدلين ذيك طريقة اخرى، نحن متمسكين بهذا الموقف ومواقفنا الاخرى اللي في اطار الصراع السياسي معاهم ذيك لا في بلدها يا غير ما هي مرتبطة به. هاي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده طابع معين، هذا هو اللي 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 اللي, اللي نختار نوضح. النقطة الثانية نختار نقول عن كل الإساءات اللي لا تصدر اللي متباركة مع هذاك الأقلام المأجورة والأركان نظام للشيخ الغزواني ومن على شاكلتهم ومدونينهم وأزلامهم، عن اتخذنا فيها موقف صارم وهو التجاهل وعدم الرد، يقولوا كي ما يبقوا ويدونوا كي ما يبقوا ويقولوا ذاك اللي يبقوا عدلوا كي ما يبقوا. النقطة الملاحظة الأخيرة اللي لا ينجع ليها هي مقاطعة الإعلام، بعض الإعلام الدولي وبعض الإعلام المحلي لتغطية هذه النصرة، نستدعى الصحافة والمدونين والمنصات وبعض المواقع من الدكاكين اللي موجودة هون رسميا، شي منها تابع الحركات فكرية وشي تابع الجهات وشي تابع الأحزاب وشي تابع للسلطة وشي تمارس عليه السلطة الوصاية، وهذا كاملين ممتنعين من تغطية هذه النصرة نتيجة عنها ما يقودها حد فاتح دار للمراد ولا يقودها فلان ولا علان ولا هي في مصلحة الحزب أدل لضغط على سلطة أو لاتخاذ منصب أو للاستفادة من كراميات أو للاستفادة من تمويلات،
هذه النصرة اللي يابسة الناس ما هي مستعدة تمشي فيها، نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يابسة ما فيها التمويلات ولا فيها البذخ ولا فيها ذا كامل اللي يعدل من المظاهر، لا ذاك ما هو مستعدين. يا قير اللي الصبح منين توصل ليك المراحل يهو كذا يهوهم خيارات أخرى، اختيروا أكدوركم عن هذه النصرة ما هي مشيطرة موقف حد ولا يتابع حد على ماضيه على كذا، انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لهذه قضية لما ورد في بيان النيابة عن هم مجموعة ولا فات ذكرت ولا فات عرف عليها عن هم مجموعة تنشط في ذا المجال وموجودة واعترفت المسيئة لنفسها عنها تنشط ضمن خلايا، هذه الخلايا ما تكلمت عن النيابة ولا قالت إنها كان متابعتها ولا يجبر من أحد، في الوقت اللي أي حد منكم يبقى يجرب يدون تدوينه في ذا الاتجاه وتشوفوا مستوى السب ومستوى الشتم شمت اللي لا يعدل. نحن الصيلة عادوا جاي يجون على مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجون على نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سوقوا البعض على أنه ركوب للموج وإلى آخره نتيجة عنه ما يتقاطع مع الأجندة السياسية اللي عندهم هما. نحن مرحبين وراكبين موج نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد ماشي فيه مرحبا واهلا. يقير عسونا انتوما من تركبوا موج النفاق، تركبوا موج التملق، تركبوا موج برانشمهات، تركبوا موج الكذب، وتركبوا موج تلميع الاشخاص، وتركبوا موج القبائل، وتركبوا موج تسويق حزب الخراب ومن على شاكلته، وتركبوا موج ذا كامل من الأمواج اللي تركبونه أنتم. نحن لا أرانا تكلون على ركوب موجي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرانا جايين عليه ومرحبين به وماشيين فيه. هذا ملي يا الله تفهموه يا قير، ما هو لا يعود ضد حد ولا يعود واضح ولا ويابس، ملي حد منكم لا يجينا ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوقفات، لا أختلف عن اللي كنا نعدله، ما في شيء ولا مقسم فيه شيء ولا مطلوبة من حد عنه يجيب فضة ولا خمط ولا مبيوعين فيه الصكات ولا دراريع ولا الملاحف ولا هم عمامة حد منه مطروحة للبيع ولا معروضة له، وهذا ليس مثلا مزاد علني ما مفتوح فيه أي مزاد، هاي نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يابسة. يجوا الناس المنتصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصروا له ساعة من وقتهم والله 40 دقيقة من وقتهم والله 30 دقيقة من وقتهم وبشكل سلمي وبشكل شرعي طبقا وانسجاما مع شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في ظل هذا الواقع اللي ذواه، في ظل تراجع السلطة، في ظل تراجع القانون، في ظل هذه الجولات اللي مبارك معاها من ضرب المنتصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الباب أمام الملحدين، فتح الباب أمام عدم المهتمين بنصرة رسول الله، فتح الباب أمام الناس اللي تنصر لا حادث بسيط يخطئ ويصيب ولا هو معصوم. نحن الصدى اللي لا ينتصر له نحن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لا يشوش على ذاك ولا يبارك معاه. يقير نحن الفضل الباقي منا مخليها لا الروق وخبارين في الروق ونعرف الطريقة نكسروا بها أظفارهم ونكسروا بها أقلامهم ونكسروا بها ذوك المأجورين ونكسروا بها ذوك اللي جدد مازالوا في الطابور ينتظرون موقف من النفاق يتملقوا به والله ينافقوا به والله يكابروا به والله يقولوا. نحن لا نبذلوا جهودنا ولا نعطوا وقتنا لله سبحانه وتعالى ولا ندوروا ما هو عند الله سبحانه وتعالى ولا فيه مال ولا جاه، أكذب خلق الله ولا نقولها هون وتحدي بشكل واضح عن هذه النصرة المتباركة معها ليصدر عنها أي إعلان صدر عن حركة كفانا نتحدى وأي رقاش يقول عنه سام فيه والله أعطى منه 5 والله أعطى منه 10 والله طوع له والله انفتح له تطوع نهائيا. آه نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو محتاجه، نحن محتاجين عن المسلمين يكثروا سوادنا وعن الشعب الموريتاني ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نمسفين حد ولا نمخونين حد. مرحبا بالفقهاء والمثقفين والأطر والمحامين وأصحاب أي حد جاء يصعد على المنصة ويعبروا عن موقفه وعن نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقته، قال ما ولا يشوش على مسارنا ولا يختطفوا ولا يقرر في شيء مولي ولا ما يجيب له شيء. اليوم كما تعرفوا عدنا هذه المسيرة وخرجنا من عند مسجد السعودي باتجاه ساحة الحرية وقفلوه أمامنا الشرطة وخلق القمع ونعطبة الناس وتمينا محافظين على سلميتنا وعندنا بوق واحد وعيه ما يسمع، قال هذا وجودنا وعدلناه. الناس الأخرى اللي عندها المليارات وعندها الملايين
وتبيع الدين والتاجر به وتعدل القضايا، اما لا ما تخرج، تخرج اللاف ورشات اخرى، وهذا حقها. نحن ما احنا ما لنا دايرين طابع على حد، ولا لنا قايلين عن ذاك ما يخلق ما. اي حد يبقي ينتصر لرسول الله ولو في داره والله، ولو في منزله والله، قدام بوتيقه والله، حلاق والله، في بليته، ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون حساب. هذا هو الموقف. احنا اليوم اللي ندوره نعيده للناس ثقته في قدرته على الانتصار، ثقته في عنه قد تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقد تنظم المسيرات، وتقد تنظم الوقفات، وتقد تنظم الاحتجاجات بدون قيادة من الوهم مديورة قدامها لا يتعقب تبيعها والله، تشريها والله، تتربح على على عليها. وعن نقد عدل ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل من موقعه، وعن أبناء الفقراء وعن البسطاء ومن الناس عنهم يقدوا ينظموا النصرة بإمكانياتهم المتواضعة. وهذا الدور تشوفوه في التظاهرات القادمة اللي لا تعدل في الترحيل، تعدل في المقاطعات، كلها من موقع ولا ينعدلوها بكل بساطة. وهذا انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقرر في حد. نختاروا نفهم ونقولوا للناس فر أنه ليس موقف ما هو سياسي ولا عنده علاقة بالسياسة ولا عنده كذا. ولا نختم ما تيت نقطة في الجزئية التالية المرتبطة بقضية النائب محمد بو الشيخ محمد فاضل. نائب محمد بو الشيخ محمد فاضل هذه مجموعة المنافقين من 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 اللي شكلت من هذا نواب البلاط، من هذا النواب اللي يتمرون بأمر هذو المنافقين وهذو المتزلفين والمفسدين من أركان الأنظمة المتعاقبة. هما نفس نواب والعبد العزيز، هما نفس نواب سابق ذاك سيدي والشيخ عبد الله عليه رحمة الله اللي وعدلت بهم كتيبة برلمانية، والبعض منهم النواب العشرية، وهكذا، والتكملة هي ذرية بعضها من بعض. هؤلاء المنافقين لا يريدون صوتا يعلو صوت النفاق، ما يدور مد لا تنتصروا لرسول الله ولا تعبروا عن ذلك، وما يلا يعود المنافسة تنافس، يلا يعود في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنافس يلا يعود في قول الحق ما هو الباطل، تنافس يلا يعود في كشف المفسدين، تنافس يلا يعود في حل مشاكل المواطنين، في حل مشاكل الفقراء. ما تعود مدة تتنافس عن كله يسجل اسمه، واحدين يتروقوا كله يسجل اسمه في مخالفة صريحة، لياك يدمروا ويقتلوا آخر أمل والله الفضل الباقي لانتخابات وزورت الديمقراطية ودمرت كل شيء ووطع عليه البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الناس ممنوعة من ترخيص الأحزاب، تم تدمير الأحزاب وجعلهم حقائب عنده، وإشي من الناس يتاجر بيهم ويبيعهم ويسوقهم ويجبر بيهم ويحدد سعر الترشحات فيهم 50 مليون 40 مليون 30 مليون، يتحول المؤسسة السياسية إلى سوق للنخاسة لبيع المواقف. هذا خطير جدا، هذا فر دمروه وجابوا الحريات ودمروا الحريات وجابوا قانون الكمامة وجابوا قانون الرموز لجعل من أنفسهم أبهة ورموز من ال من ال من ال من الوهم. وفي الحقيقة وزوروا الانتخابات وجابوا هذه شرطهم النواب اللي تشوفوا الطريقة اللي دخلت بها البرلمان وتعرفوها كاملة. إذا ما شيء كان باقي ذا اللي بقى شنو بقى سمع عن نائب يعود عنده حصانة يقد يقول كلمة حق أمام سلطان جائر، وقد يدافع عن قناعته وقد يعبر عن شيء. ذاك ملي لا يكتلوا فيهم ويرفعوا الحصانة لعل وعسى ياك يعود كل نائب دخلهم يعود خايف ما تلا عنده الحق في شيء، ولا تلا قد يقول شيء باللي عنده جملة من المصالح. معظم النواب اللي اليوم اللي يتحركوا في هذه القضية هم نواب عندهم اتفاقيات، عندهم بعض من المصالح اللي منهم عنده تاشرونات بعض من المؤسسات، ومازلنا لا ينكشفوهم كاملين بالأسماء. ذاك اللي منهم مدعوم قبليا، وذاك اللي منهم مدعوم جهويا، وذاك اللي منهم يعدل البزنس الداخلي، وذاك اللي منهم عنده السلطة عاطيته قرع ومسيطر على التاشرونات في المؤسسات الدولة، ومسيطر على اتفاقيات التنقيب، ومسيطر على القضايا، وهو الجابر ريعها، وهو اللي يعود منها دبيته، وهو اللي يحاج بيها، وهو اللي واقف بيها، يقبل هذه القضية، يركب هذا النفاق والتملق، ياك يحافظ عليه المكتسبات ويحافظ على هذه المصالح اللي محصلة بالنفاق ومحصلة بالكذب. الجديد في القضية لا ذاك شوي دحذ الأخر عادنا الله من سوء حاله، ذاك اللي تراعوا فيه يتبارى في التملق والنفاق، هذاك التباري في التملق والنفاق. الناس اللي داخل الرنق، هو الرنق في النفاق وفي الولاءات للشيخ الغزواني والحكومته والأركان نظام، وهذه ولاءات متعددة. الناس داخل الرنق فيها حتى مجموعة المعارضة داخل الرنق، فيها شي وسط وفيها شي تقدم وفيها شي مازال في الرنق من الخلف، ولا يقد يقطع المسافات
ما يقد يقطع المسافات ما هو بالنفاق والتملق، هاي مولي المجموعات راك تتبارى في النفاق. إذا شكلوا هذه اللجنة ولا يدعو غدا للجلسة، ومتوقعين ولا يتابعوا القضية إن شاء الله تعالى، متوقعين عنهم يجمعوا صح ولا نشوفوا اللي لا يعدلوا. هل قاع رفع الحصانة عن النائب محمد بويه سيكون نهاية الكون؟ هذا أنا لين ترتفع عني الحصانة قابل موقف مشرف مرحبا وأهلا، أنا لين ترتفع عني الحصانة على مدحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومساءلتي للحكومة من الظلم والفساد والمفسدين في عمل مرحبا وأهلا، إلين يجي السجن أرحبا وأهلا، أحب من رقاج متروك مع المنافقين ومع المفسدين. مد لا تستنكروا منكرا، دولة فر مغلوبة مجبورة على النفاق والكذب وعلى التزلف، ما في أحد يقد يقبل موقف، ما في أحد يرفض، ما في أحد يقول لا، ما في أحد يوقف مع الحق، ما في أحد يناصر الحق. إذن إذا اللي بقى عليكم أنتم شنو؟ ما هو شيء. أول موقف اليوم نختير نقول عن اللي دعمنا ذي القضية نتيجة لأن النائب محمد بويه الشيخ محمد فاضل مظلوم وممارس عليه ظلم، وذي اللي متباركين له معاه هو ظلم. يا الله جميع النواب يفهموا موقف واضح ويعودوا صريحين فيه، يعرفوا عن ذي رفع الحصان اللي مبارك معاه واللي لا يعدل غدا إن شاء الله إن شاء الله، واللي همهم يجمعوا له خيلهم ورجلهم ومتباركين معاه عنهم لا يعدلوا غدا. نختار نأكد لكم عنه لا يعود بداية، لا يجر طرفه على كل من هب ودب، لا يجر طرفه على النواب كاملين، لا تحدهم لا يسلك. توقعوا الصبح مولي في موقف تصريح لأحد النواب ينقبض نفس الموقف، توقعوا رفع الحصانة عن النائب البرلماني برامدع بيد، عن العيد والمحمدين، عن محمد الأمين والسيدي مولود، عن هذه المجموعات كاملها اللي عندها رأي واللي تعبر عن مواقف. أي إنسان كان فيه شوي من المستوى من يقد يقول لا، أتوقعوا عنه لا يدخل في إطار طابور رفع الحصانة. وهذا هو اللي واقفين اليوم قدامه، واقفين كاملين قدامه. هو الواسع حركت كيف أنا تعود صريحة في موقفه وتوخذ فيه بيان صريح، ما هو قابل للمجاملات ولا هو قابل للتدليس ولا للتأويل، لأن موقفنا من هذا النظام اللي مارس هذه الممارسات هذه هي نهايته. ونختار نقول في رسالة واضحة للشيخ الغزواني عن من أعتى الأنظمة اللي حكمت هون وهو يعرفها وكان جزء من الدائرة وكان جزء من المنظومة وجاي منها، نظام ولا الطائع وعطى شو 20 عام، أين نظام ولا الطائع؟ وين هو اليوم نظام ولا الطائع؟ وين هو ولا الطائع نفسه؟ وطيلة 20 عام ما قط جعل من نفسه عنه يقول عنه رمز والله كذا، كانوا معاها أركان نظام حقيقية وكانت معاها نخب سياسية وكان الحزب الجمهوري من أقوى الأحزاب السياسية. شخلق أنا ذاك؟ شنو موقف المعارضة وشنو الدوائر اللي كانت فيها المعارضة؟ ومن ذا ما كيشهد الشعب الموريتاني على الانتخابات وزورت على الرئيس أحمد ولداد الزعيم تاريخي المعارضة الديمقراطية في البلد. إذن هذه معطيات ما فاتل حكم تنساوها. مشوا للطايع، سابق وللطايع كان هم والهيدالة، وكان رجل قابض بيد من حديد ومطبق الشريعة ولا هم حد قد يسرق على حد. ايوه ماله 4 إيمان من الحكم مضبوط. ايوه وينه؟ وينه ولا الطايع اللي ورا ذاك؟ وين هو محمد عبد العزيز اللي أقوى منهم وأرواقش ما يراعي فيه وهم كاملين ما يراعي فيهم؟ وينه؟ عندك انت عنك لا يتسلك، عندك انت عنك لا يتسلك. هي نفس المجموعة اللي كانت تتنافق لهم، هم نفس الخطابات، نفس الأشخاص اللي معينين اليوم، نفس الوزراء. شوفوا نفس الوزراء، هذا اللي وزير العدل اللي يقول عنهم ما فاتوا ما يرقدوا كان وزيرا معه للطايع، هذا اللي على الخارجية كان وزير معه للطايع، هذا اللي في الداخلية حالا كان حاكم في نفس الفترة وعقب والي ورياك وياسر، وهذه اللي على التعليق الصحة حالا ولا يتعدل كونسلتاسيون لا تطورت قاعي واني جايبته من جديد، الدكاترة متظاهرين يدوروا الاكتتاب وهي لا يتعدل عن بعد، كانت في حكومة كانت مع 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 ولي الطايع. هؤلاء الوزراء ما اغلبهم جاي من عند ولي الطايع، واللي منهم ما كان وزير مع ولي الطايع كان مدير فيه باستثناء كانوا من امناء عامون ولا مدراء في مصالح باستثناء 4 منهم ولا 5. اذا وين هو اليوم؟ وين هو عبد العزيز اللي معدلهم هما كاملين؟
إذن شنو شنو الموقف؟ وين هو وزراء العدل اللي كانوا هم وزير العدل اللي راعيهم حالا السفراء ممشين السفراء منين؟ من درا كانوا تموا وزراء وزراء عدل؟ والله تموا وزراء دفاع يفقدكم منين هي هاي المجموعات كاملها؟ عندكم انتم معكم لا يتسلكوا منها. إذا المعركة اليوم معركة حقيقية، الجميع ودجن والجميع خايف والجميع طامع والجميع مغيب ومذوب، والسلطة تفرض أجنداها بشكل تعسفي، والناس ما بيتتحرك، كله يريد نسجل موقف في تلفون والله ورا كاميرا والله في تسجيل. هذا ما هو اللي غير البلدان، الناس في البلدان اللي تغيرت قدمت التضحيات الدم، الناس انكتلت وقدمت أرواحها دفاعا عن وطنها اللي من أجل تغيير الأوطان. نحن قاع قالب ننضحوا لا 30 دقيقة 40 دقيقة من أجل رفع الظلم عن مظلوم، والله من أجل الاستنكار، والله من أجل الوقوف في وجه نظام جائر وظالم متجبر ونظام ديكتاتوري. حد شافهم يتبادلوا هم وتركتهم على 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 المكاسب وعلى المناصب، يعرف عنكم ما عندكم أي فرصة تعدلوا أي شيء. حتى الانتخابات تتصور وين هي الفرص؟ ما هم فرصة، كل شيء مقفول قدام الطامحين، مقفول قدام أولاد الفقراء، مقفول قدام الأحرار من أجل كسر إرادتهم، ردهم في خرشفتهم. كل واحد يعدل اللي يعدل الخنفوسي ينكر على الحيط، ترتد راسه في خرشفته وينزرق. أيوة ما لكم كيف تحكمون؟ هذا لابد تفهموه، لابد تفهموا عن هون شي من المظالم فوق المتوقع. شوفوا الصحافة اللي اليوم، شوفوا صحافتهم اللي منهم عنهم مستقلين وذي تلفزاتهم، ما فيهم حد اليوم يقدر يشيل هذه النصرة نتيجة عن دعات إلى حركة كفانا، نتيجة عنها ما تتماشى مع أجندتهم هما، غير دور ينقلبوا والدور تنكسر إرادتهم. نحن ما نلاقي تنكسر إرادتنا، ندور وننعتوا لكل مواطن وندخلوا كل بيت ونجول كل دار ونقولوا له عن هذا النظام، عنه زائل وعنه نظام شكل خطر على مستقبل موريتاني، على استمرارية هذا الدولة من تدوير المفسدين واحتقار المواطن والدوس على كرامته. هذا ما هو لا يستمر. والأخطاء اللي واردة، شوفوا هذا من الأسفار عدى الرئيس الجمهورية، كم هذا من الأسفار، تصوروا كم حال من مشاكل المواطنين اللي ما عندهم الماء ولا عندهم الضوء ولا عندهم النقل ولا عندهم بنية تحتية ولا عندهم شيء ولا عندهم أطباب ولا عندهم أي شيء. تريليونات المليارات تنتهب والناس واحدة فيها لا السفر، شري طائرة للرئاسة فيها يرتقد فيها وبيروهات للرقاد، ومنين تجي الوزارات هو الوزارات تشد الأخبار، واحدين منهم معدلة فيهم وانقالة، واحدين منهم تشد الأخبار، واحدين للمشوي وصاندوش ويسرف لهم لقد ولعشاء على حساب الشعب الموريتاني، على حساب أموال الشعب الموريتاني تروسة، والمنقبين يعذبوا ذوكم لا يوخذوا من المجاهر، والناس تنكتل في الشوارع، الأمن ما هو خالق والناس مدمرة في كل اتجاه، وحد تكلم يبتط وتنقبض له الدبوس وينقبض له السيف، والناس والله يمشوا بيه شر عدالتهم ويحبسوه. هذا هو نظام الشيخ الغزواني، هو نظام الأخلاق. يقال هذه الأخلاق سقطت، وهذا فر سقط، واللغة العربية اللي كنتوا تتكلموا بها سقطت، ذا اللي لا يتقنعوا به الناس ليتوا شنو؟ عنكم تعدلوا انتخابات بينكم عروسكم يقبض لكم وداول عبد الجليل ويديركم يعينكم رئيس من جديد. هذا هو اللي متباركين مع حالا، وهو اللي لا يمشوا بكم شورو في الانتخابات القادمة. توقعوا في الانتخابات القادمة والشيخ الغزواني معينوا الداول عبد الجليل ب 56%، برام الداول العبيد 2%، العيد والمحمدين لا شارك لا 10%، واحدين اخرين تقسم بيناتهم 3-7-10 لا يعدلها الداول عبد الجليل بهاي الطريقه، ومنوراه وزاره الداخليه تنقطع عنكم الانترنت وينزل الجيش للشوارع، وبعد ذاك ترجعوا لعادتكم القديمه، تعودوا حليمه لعادتها القديمه، وتمسحوا على وجودكم وتديروا 5 على افوامكم وعندكم 5 عمان جايين الين تلحق ملي مع طول العمر والصحه والعافيه لهذا الشعب المغلوب على امره اللي تتحكم فيه شرذمه من المنافقين
تعدل القبائل دورات مع حزب الإنصاف إلى ما بدلوا اسمه ذاك وبعد ذاك، ويقولوا لكم عنهم يدوروا مأمورية ثالثة يشبروكم بها إلى صلحت صلحت، إلى ما صلحت يتولى الأمور حنن وسيدي الوزير وزير الدفاع الحالي، وتعدل له حملة، وهذه قضية ملي وتدخل في إطار صراع الجهوية والقبلي، ويندار هو رئيس وعدل عشر عمان، وانتم لا بقيتوا هاجروا لا بقيتوا رحلوا لا بقيتوا موتوا لا بقيتوا كذا. والله ملي يترشح مدير الديوان الحالي اللي هو الوزير الفعلي المخطط الاستراتيجي لتزوير الانتخابات واللي جاي، ويعدلوا لكم منه رئيس جديد ويقبض سلطته، هم اللي يدخلوا في متاع اخر، لا يخرج الدائره لا تخرج من ذا. هذا هو اللي تنتظروا. ماذا تنتظرون؟ الاسعار واعره، الامراض منتشره، الاوبئه منتشره، سرطانات ما هو من بيت ما فيه حد مصاب بمرض مزمن، الناس راكب الطيائر يوميا شور الخارج، تونس أربع رحلات، المغرب رحلتين ندعنهم الله ثلاثة، دكار شاد عياط عاد معدل لقاع قراج من الوتات الصغيرين لعل يحصر وحد عنده بي يطلع فيها. إذن شنو الوضع؟ العلاقات مع إسرائيل قادمة، هي اللي مبارك لها حالا، وهو الوساهم يوقفوا ضد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سوقت الصحف عن وزير الدفاع الحالي عنه جبر ينسق مع الإسرائيليين وعن هم لقاء نظم. هذا نشرته أعتقد صحيح واحد من الصحف، ما أعرف كان صحيفة جزائرية ولا كذا، المهم انتشر ودوله ولا إعلامهم ما تكلم عنه حد. وين هي صحيفة الأخبار اللي تعدل كانت التحقيقات عنه للغزواني ومحاصرة حركة كفانة ومقاطعة أنشطته وتتكلم عن الرأي والرأي الآخر وكذا، ما بي تقطي أنشطة كفانة على أساس أنها لا تنتمي لتوجهها السياسي والله الفكري والله عنها ما كذا. وين هما المواقع الأخرين؟ وين هما صحراء ما جاء منين هذو؟ لماذا ما يكتبون عن يفتحون في تحقيق؟ لماذا هذه عمليات الفساد ما يكلم عنها؟ وين تحقيق واحد والله تقرير استقصائي وعدل واحد وعدل فترة للغزواني؟ وين هو؟ عقب ذاك يقولوا لك نحن كذا، نتيجة عنهم مستفيدين وعندهم علاقة مع هؤلاء الوزراء وعندهم اتفاقيات في الوزارات ولا يقدوا ينطقوا وعدلوا تقارير المخابرات. هذا هو الإعلام، مدى ما عنده العلماء تنازلوا عن دورهم، المثقفين تنازلوا، الإعلام تنازل، والوساني نسميهم بالاسم لياك يفهموا عني ما فايتنا شي من ذا اللي عدلوا. تصوروا نستحدى أي رجاج اليوم عنده أي مظلمة والله أي قضية والله أي شيء، عيط الوكالة الأخبار المستقلة اللي كانت قد تجي قطوا، قالوا لي في مرحلة معينة والمديرهم راعي درع عودي الصنت والله ينتقلوا ذا عنهم ما يقدوا يقطوا أنشطتنا نتيجة لعنا ما أننا مرخصين، عادوا يلعبوا دور وزارة الداخلية وهم في الوقت اللي يخطوا ياسم الانشطة اللي جاية عن طريق التوجه الفكري والله الحزبي والله موجه من قبل إدارة الأمن والله المجموعات الأخرى والله علاقاتهم بالوزارات وكذا. أنا نحن اللي نعدلوا صادق ويدور ينتصر وندور نأسوا أذرع إعلامية مستقلة ما قاديلها في الأحزاب ولا قاديلها في المخابرات ولا قاديلها في الوزارات، والدور تجيب كل خسيسة تعدل هون، والدور تقطي كل الفقراء أنشطتهم، والدور تقطي كل المظلومين وترفع الظلم عنهم وتسمع صوتهم. وعلى ذلك يتكلموا لك عن الإعلام، وين هم؟ ما يقدروا يعدلوا تحقيق، ما يقدروا يتكلموا، ما يقدروا يعدلوا شيء، خرصوا النشاطنا نهارنا قدام البرلمان في ساحة الحرية، ما قدروا يقطوا، وقطعوا وقفة حذاه لدائنات الشيخ الرضا، قطعوا الوقفة هو النشاط معلمة به الناس، ولدمية جاته هو موجود، ما قدروا يقطوه بهم اللي الوقفات الماضية يكتبوا تجمهر المواطنون، وضرك ما قدروا ذاك لا يكذبتوا واقف عليهم، ولا يقدروا يكتبوه، عادوا يتروقوا ما يقدروا يعدلوا شيء، هذا هو إعلامهم، هذا هو إعلامهم اللي يندفع لهم الثمن، اللي عنده الاتفاقيات مع صردح. هذا هو الإعلام اللي التلفزات فرت بث العمل الإذاعي باللي إذاعة موريتانيا معطيين للمليارات على ذا الدور اللي تعدل، التلفزة والإذاعة والوكالة تنتفق عليهم أكثر من 10 مليارات من الأوقية وهما لا قيمة لهم ولا دور لهم، والباقي ينتفق على الإعلام الآخر اللي ما يسميه الدكتور طالب عبد الودود بإعلام الحواضر وبيتيقات الحواضر، هذا يقسم عليهم، وكلهم عنده ولاء للقوى أجنبية خارجية، إما قوى قريب وإما قوى بعيد،
وهذا هو اللي مسيطر عليه، وهذا هو يدجن به الناس، وهذا هو اللي مبارك معاه، وهذا هو اللي ما يجد حد يتكلم فيه ولا يجد حد يستنكره ولا يجد حد يقولوا به، اللي خوف من أقلامهم وخوف من هاي صحافة الوهم وخوف من المدونين صحافة يندفع لهم مقابل أقلامهم المأجورة ومقابل أمعائهم. خرصوا الناس اللي كانت تتكلم فترة عبد العزيز، منين هي اليوم؟ إيش اللي تكتب اليوم؟ شنو؟ هل تغير الواقع؟ من درايا كان المواطن يعيش في رخاء؟ من درايا كان المواطن تحسن قوته اليومي؟ من درايا كان الضرائب المو الضوية كانوا عادوا تحت حالتهم؟ ماذا اللي طرى؟ شنو ما هو كعلونا على وراء الأنظمة اللي كانت عندنا؟ ذا اللي كان اليوم يكتب القصائد والمقالات بشكل يومي، ينتج تشك عن واحد فاتح مصنع للمقالات وللتدوين عن النظام؟ ايوه، ماذا تغير اليوم عنك على سبت انك مستفيد من صفقه وعات عندك اتفاق كذا وعدت تجبر شي ما كنت تجبره تسكت والوطن يروح ضحيه؟ هذا لابد ما نحن حد عنده شعلينا يوخذه، حد لا يقطع رزقنا، احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى وراعينه هون، وذا اللي نعدلوا نعدلوا على مرأة ومسمع ولا ومشحود، غير متيقنين ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى، ونعرفوا عن أعمارنا ما إلي تنزاد ولا إلي تنقص، وعن أرزاقنا ما إلي تنقطع إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ما همشي حص الحق، ما همشي قد تضرنا به وكالة أخبار إلى ما قطعت أنشطتنا، لا تقطيها، ما ندورها قاعد جينا شني أنشطتنا، من درا كان وصلت الناس؟ من درا كان قطعت الأخبار والله صح رامي جاء والله ذوك الأخرين واللي أحيانا يجوا يباوي واخذوا الأنشطة، ما أننا قطيناها دونهم، ما أننا فهمنا عن عندنا حاجيات لإعدال إعلام بديل، ما أننا فهمناها وعدلناها، نتائجنا في الانتخابات ما أننا عدلناها دون أحزابهم هما ودون رجال أعمالهم ودون مطبلينهم ودون منافقينهم ودون صماصرتهم ودون الناس اللي تعطيهم الأوامر وتوشوشهم على الناس ودون الناس اللي تسرب لهم الوثائق وتمشيها لهم في إطار صراع الأجنحة مع النظام. احنا نعرفوا علاقتهم المباشرة مع الأجهزة الأمنية، نعرفوا علاقتهم مع ولنجان، نعرفوا علاقتهم مع ولداهي اللي كان وزارة الصحة وعاد، نعرفوا علاقات مباشرة ونعرفوا ذي الناس اللي تعدى الرياضة في بلد ولا هون شي ما عندنا أخباره، وينهم نتحدى وكالة الأخبار اليوم تعدل تحقيق عن واللي جاي والله عن مدير الديوان الجديد، والله نتحداهم يعدلوا تحقيق عن وزارة الصحة اللي والله وزير التعليم حالا ولداي ما يقدوا، تحداهم يعدلوا شيء اسمه شنو هذا نتيجة عن هذا مخيط بشيء من المريدات وشيء من الكذب وشيء من إحنا صار ما أن لنا خضعوا لأجنداكم ولا أن لا ينمشوا في توجهاتكم ومشوا وفكوا أقار. شوف منين تعود رواية فيها العنصرية، هم الأولين، رواية فيها تفكيك الوحدة الوطنية هم الأولين، خالق أمال رواية نختاركم تفهموها عن في إطار الموقف اللي عند حركة كفانا ذاك الأنشطة اللي مطبوع عليها عن الدين عند واحدين ذاك مات لخالق، ويوك المشايخ اللي تسوق يوميا عن خالق الله فلان وعلان ذاك مات لخالق، وعن قضية عادلة، قضية وحدة وطنية عن قضية الحراطين يعودوا فيها لا الحراطين ذاك ما أدري خالق، قضية الحراطين لا يتعودوا فيها المكونات مجتمع فر ولا ينجوها كاملين ولا يناصروها ولا يعود فيها ظلم لا يرتفع، ولا تات قضية الحراطين حرطاني والله يتكلم فيها لا حد ذاك ما أدري خالق، قضية الكور ما يتكلم فيها لا كور لا يتكلموا فيها كاملين مكونات الشعب الموريتاني فر، ونعد الوحدة وطنية حقيقية منيعة ما يضرها إعلامكم ولا تأويلكم ولا كتاباتكم ولا تدوينكم ولا نفاقكم ولا تملقكم. لا نقول لكم انا ولاني خايف ولاني طامع، ومشوا عدلوا تحقيقات وعدلوا ذاك تبقوا تعدلوا، اهل الذهب مالهم ذوكم لا يوخذوا الناس مال ذيك لا يتخلي كاملها، لماذا ما يمشوا صحفي واحد والله كاميرامان واحد يجيب يقير تيجي عنهم مطبعين وعنهم مستفيدين من الكعكه وعنهم واحدين منهم جبروا بلايص في ادارات وعن واحدين منهم عادوا عندهم رواتب في بعض من الهيئات؟ لا ذاك ما تقدر يمشي به، اللي ما تقدر تنتعد سوء واحدة من سوءات هذا النظام المتفرعين، نظام المتجبر، نظام الطغاوة، نظام الدكتاتورية، هذا ما تقدر يوخذ منه شيء. شي ماكم جابرينه اليوم عند المدونين الأحرار ما هو خارج، شي ماكم جابرينه واقفاله اليوم حركة كفانا ميدانيا ما هو خارج، خارج الذي تخابط الأخرى والناس وكله وصراع المصالح وقطع من هون، والدولة عادت مال فوش مقسمة بين الأذرع
الأجنبية قرعة للجزائر وقرعة للمغرب وقرعة للسنغال وقرعة لذيك يا مبارك معات وقرعة مولي المالي وفاقنر والتقسيمات الجهوية والصراع الداخلي مقسم بين المجموعات الإيديولوجية الخارجية والأحلاف الدولية الخاصة وكل يغني على ليلاه موريتاني تنتهب والشرائك المستثمرة في موريتان اللي مئات الشرائك المستثمرة في موريتان ما عنده مقر واحد ولا تشقى الواحد من أولاد موريتاني ومنين يجي مديره يقعد في دار واحد اللي معدل له الاتفاق ويعدل معاه الاتفاقيات في الوتات وفي المبديات ثم ما تعلموا به هذا نوع من الوسخ ونوع من النهب ونوع من الإحصار الثروة وأولادهم هما يندارو في وزارة المالية وفي وزارة الاقتصاد وفي الأجهزة الأمنية والعسكرية وتوف وتنحكم وعود فر الدولة بعتادها وسلاحها عند المجموعة الاجتماعية الفلانية وزيرهم فلان الفلاني وذاك الوزير عنده حلف فيه الوزير الفلاني وهذه القطاعات عدد من الوزارات 28 مقسمة قرعة للقبيلة الفلانية عندها 2 وقرعة للجنرال الفلاني غير ملنقي منه فلان الفلاني وقرعة هذا ما يبني الدول هذا ظلم هذا هو اللي دارنا في ذي الحزة ما عندنا مبدية صالحة ما عندنا قدرون صالح ما عندنا طب ما عندنا مدرسة ما عندنا تعليم متدنيين في جميع المجالات نخبنا دكاترتنا الجامعيين ما يجد واحد منهم يكتب مقال يشرح فيه أي موقف يسووشن والله يستنكر منكرًا نكريكم تجيبوا لي رواية يسووشن هي يجد يكلم فيها خرصوا اللي معدل صندوق كورونا خرصوا اللي معدل الكوفيد الدكاترة اللي ضحاوا بأرواحهم رائم اليوم داخلين ثلاث أشهر من الاعتصام قدام الوزارة الأولى خرصوا الوزير يكانوا قطة تلفت فيهم بين اللي حاقرهم بين اللي يعرف عنه وما داير المواطن ولا هم ديور خدمة المواطن ودارته القبيلة ودارته الرئيس وقرعة زوج السيدة الأولى خرصوا القضية اللي ضرك إن شاء الله تعالى ندوروا نتباركم هذا الأسبوع القادم من نوفاو من هذه القضايا اللي ضرك اللي متراكم علينا اللي ما أتينا عندنا في انفس قضيتها وهل الذهب واللي لا ينصاعوا يوم واحد محلقة بينا لا نتباركوا معاها مسيكينة واحدة فقيرة جاوا معاها شمل العليات تخلص مليون زيادة الهيئة مدعومة من الإمارات هي زوجة رئيس الجمهورية لأطفال التوحد وحاصرت وعادت ينضغط عليها ولا في ندوروا وكالة الأخبار والله صح رامي جاي يمشوا عدلوا تحقيق عنها يجيبوه منه هذا ذوى قرعة الإمارات وقرعة للهند وقرعة للصين ما تلتحق وقرعة للروس مجبورة وقرعة لتركيا قاع فيها الأجياك وفيها الحوت وفيها الثروة السمكية كاملها ويحوتوها وكل وزير مسند على دولة أجنبية وأولاد موريتاني لا يخلاو وموريتاني تنتهب نهارا جهارا هذا ما يجد يتماشي هذا روالكم كارثة والباقي وجمطته وخرصوا أرجعوا للتقارير وأرجعوا للتمويلات اللي استفادت منها المنظمات اللي تدخلهون اللي ما عندها مقرات ولا تعدلش وأرجعوا للجمعيات النشطة في مجال العمل الخيري وشوفوا الأرقام ومستوى التحويلات وخرصوا مستوى انعكاساته خرصوا هون يكان ما ونشروا لكم تشروا لكم هون فيديوهات من التمويلات اللي كانت تعطى من السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات آلاف الأطنان كانت تنعطى في رمضان من التمور ومن المواد الغذائية وينها شوفوا المساعدات المغربية والمساعدات الجزائرية يقسم علينا ونحن دولة ملانة من غاز وملانة من الذهب وملانة من الحديد وملانة من الثروة يقير ما عندها طاقات وهي في الأصل دولة فقيرة بها اللي ما اللي فيها ينباع كامل وينتهب هذا لنعود كذب قولوا لنا هذا عمل عنه كذب لنعود في نفاق قولوا لنا هذا نفاق لما أنا لين نافقوا لأنا لين كذبوا غير هذا هو وضعكم غير هذا كامل ينصبر ويجد يعامى عنه غير مالي تلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ما اللي تعانين عنه أخوتي شنو إذا وقف سبحان الله إن الله يبدل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت تم موقف نفاقهم عنده إلين جابت لهم الإساءات وعادوا قاعد تلحق رسول الله وعادوا متروقين كاملين كلهم ينهض إلا قريبته قريبه وجيته وفلان 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 ونحن اليوم داعين منظمات داعين الناس ترخص الأماكن للنصرة بسم الله غير النصرة اليابسة ما فيها التمويل ولا فيها الوتات ولا فيها الأرقام ولا فيها تمثيلية سامسونج ولا آيفون ولا هواوي ما هذا ما هو خالي يا غير هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الحق وحق يتبع نكريكم اليوم تجيبوا أي كشف للفساد عن طريق هذا إعلام الكرتون 100 زيادة من المواقع تقبض
مئات الملايين من أموال الشعب الموريتاني تقسم عليه في صندوق دعم الصحافة. خرصوا واقع نقابتهم، خرصوا واقع هيئاتهم، خرصوا الناس اللي في النقابة، فيها البعض اليوم يتشدق ويقول عنه صحافة ولا يكتب ولا يقرأ. خرصوا واقع دقيقين، ما في حد يدور إصلاح قطاع، ولا في حد يدور إصلاح سياسي حقيقي، ولا في حد يدور إصلاح ذكوى جوهري لا ينعكس على واقع موريتان بيهم اللي مستفيدين فر من الرشاوي ومن الظلم ومن الطغاوة ومن التشبر ومن هذه الدكتاتورية، مستفيدين من هذه الأنظمة الضعيفة اللي عشش فيها نفاقهم وكذبهم وتملقهم، وعودوا يستفادوا وعودوا يحلبوا القيادات العسكرية ويحلبوا الجنرالات ويحلبوا في الوقت اللي الناس ضعيفة. خرصوا اليوم النشاط اللي معدل لأبناء الشهداء، خرصوا يا كان جاء وزير الدفاع ما له ما يجي يقال نتيجة عنه اندعاو واندعات الناس فر يوم الشهيد، ما هم المهم عندهم يوم اللي يندار في المرجن، يوم تحصال الفضاء، يوم الصفقات، يوم نهب الثروة. خرصوا اللي معدل في مفوضية الأمن الغذائي، خرصوا اللي نشروا هاو الأحرار، خرصوا اللي ينشر الدكتور طالب عبد الودود، ينشر العميد الحسن أب، ينشروا الشباب كاملين محمد دحان وحاول بن جارة والكماش وحمد بوي البويلاهي والسلطان والبان وغيرهم منه. خرصوا الناس، خرصوا إذا اليوم لماذا ما تتحركوا؟ ما لهم هم ما يجيبوه إلين تنتشر مقال ولين تنتشر شيء ويوفوا كل حفرة يمص ما يوالك هم ناقلينه. خرصوا هذا داعيكم أنا تدعو له، أي طول وكالة الأخبار على رواية فيه للغزواني والله ضد نظام ودوره يعتذروا لكم ويقول لكم فلان رقد وفلان ذاك ما طلع اليوم وفلان ذاك لا يجي لا الصبح الدحميش وعندنا لا واحد كان ومشيهون قايسه لفلان وذوك مردد للخيامته. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.